السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم. هذا الفيديو هذا طلبوا مني العديد من الأخوات، بغاو يعرفوا يعني بغاو يعرفوا عدة طرق تقليدية لمعرفة المرأة الحامل، هل هي حامل بذكر أم أنثى. قبل ما نبداو هذه الحلقة هذه ولا قبل ما نشارك معكم هذه الطرق هذا، بغيت نقول بأن الأطفال هبة من عند الله عز وجل، فالحمد لله كان ذكر أو أنثى الحمد لله. بالنسبة للطريقة المعروفة، طريقة وحيدة اللي ممكن المرأة أن تأكد منها، هي طريقة معروفة، هي طريقة السونار. يعني كتعرف النتيجة 100% واش عندها ذكر أو أنثى. فهناك إلا هناك العديد من الأزواج ما تيكونش عندهم الصبر باش يصبروا واحد 3 شهور واحد 4 شهور ولا 5 شهور عادي يعرفوا الجنين ديالهم. هما اللي كيلجؤوا بحال هاد الطرق التقليدية باش يعرفوا بداية واش عندهم ذكر أو أنثى. هاد الطرق التقليدية كيف ما تنقول لكم النسبة ديال النجاح ديالها ما كتعداش من 60 حتى 65%، وكاينين بعض الطرق اللي كتعطي نتائج مؤكدة. المهم هاد الحلقة تاع اليوم غنشارك معكم عدة طرق. الطريقة الأولى، يمكن لكم أحباء الأعزاء تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر إلا بغيتوا تعرفوا هاد الطرق هادي كاملة، فضلا منكم وليس أمر. هاد الطريقة الأولى طريقة بسيطة غادي نحتاجوا أحباء الأعزاء. طبعا هذا ماشي البول ديال أعزكم الله، ماشي البول، يعني جبت لكم واحد المادة اللي يمكن لها تفاعل مع البيكربونات الصودا ديال اللي كتباع في الفارماسي باش تشوفوا النتيجة اللي غادي تحصلوا عليها فاش غادي تعمل السيدة البول ديالها. إلا حصلت على بحال هاد النتيجة غادي تعرف بأن واش عندها ذكر أم أنثى على بركة الله. غادي نحتاجوا كيف ما قلت لكم اعزكم الله البول ديال المراه الحامل، وغادي نحتاج ديال فتره الصباح، وغادي نحتاجوا بيكربونات الصودا اللي كتباع في لافارماسي. غادي ناخذوا منها ملعقه صغيره غير مملوءه ونضيفوها على البول ديال السيده كيف ما كتشاهدوا. الا تفاعلت بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا احبائي الاعزاء بحال المشروبات الغازيه، اذا المراه لديها ذكر. والا ما تفاعلاتش وما عطاتش الرغوه هذه، اذا المولود انثى. اما بالنسبه للطريقه الثانيه فهي طريقه ترسبات البول. فاش تكون المراه الحامل غادي تاخذ من البول ديالها في واحد الكاس، يعني كاس شفاف بحال هذا، تاخذ البول ديالها وتملأ النصف ديال الكاس وتخلي هذاك الكاس واحد 5 ديال السوايع عفوا، تخلي هذاك البول في هذاك الكاس مع التغطيه تخليه 5 ساعات، ومن بعد ترجع تشوف تلاحظ الى كاينين ترسبات اسفل الكاس فهناك فهي حامل بانثى. اما اذا كانت ترسبات فوق يعني في السطح ديال الكاس فهي حامل بذكر. وكاين ايضا طريقه تقليديه اللي معروفه منذ زمن، وهو شكل بطن الحامل. شكل بطن الحامل حتى هو كيحدد نوع الجنين اللي عندها في البطن ديالها. اذا كانت البطن ديالها الشكل ديالها كروي، يعني كروي خفيف ولا توجد اي زياده في حجم الفخذين، يعني ما كتنفخش المراه والارداف ما كيكونش انتفاخ، تتكون المراه عاديه، يعني تتكون الكرش ديالها شكلها كروي وما كتزادش المراه في الوزن ديالها وما كتزادش في الفخذين ديالها وما كتزادش في المؤخره ديالها. اذا هاد المراه هذه اللي عندها يعني هاد العلامات هذه، اذا هي عندها المولود ذكر باذن الله. اما المراه الى تزاد الحجم ديالها في الوجه ديالها وفي الفخذين وفي المؤخره وعندها يعني الجسم ديالها كامل انتفخ، فهاد السيده هذه فهي عندها انثى باذن الله عز وجل. وايضا هناك طريقه اخرى وهي طريقه التغذيه. الا كانت المراه الحامل كتميل يعني كتبغي كتشهى فتره الحمل الاولى، يعني في الشهور الاولى كتشهى الحواميد يعني والمخللات، مثلا داكشي اللي مرقد والحامض والحار. هاد المراه هذه فهي كيكون المولود ديالها باذن الله ذكر. اما الا كانت كتميل كتبغي الحلويات، كتوحم على الحلوى يعني والفواكه بزاف، فهاد المراه هذه يعني عندها انثى. وفي النهايه هادو هما الطرق اللي مستعملين منذ القدم، طرق بسيطه. وكاينه الطريقه ديال الملفوف اللي كيعرفوها كاع الناس، الملفوف الاحمر، حتى هي طريقه ممكن تعرفي بها سيدتي انه واش عندك ذكر ولا انثى.
وفي النهاية أحبائي الأعزاء، أقول بأن الله خلق الأرحام ويعلم ما فيها، فإن كان المولود ذكر أو أنثى فذلك رزق من الله عز وجل، ويكفي الدعاء لأطفالنا بأن يكونوا بصحة جيدة وبصورة متكاملة، ونحمد الله على كل شيء. أحبائي الأعزاء، كنتمنى منكم هذه الحلقة أنها تنال الإعجاب ديالكم، وتسمحوا لي إلى طولت عليكم أحبائي الأعزاء، وكنتمنى منكم الدعاء ثم الدعاء والانضمام إلى أسرة قناة جربحكم المتواضعة، وألا تبخلوا عني بالتشجيع بلايك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن المولى عز وجل.